نفت الاداره العامه للاطفاء اليوم صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استخدام احدى مركبات الاطفاء في تصوير مقطع فيديو لما يسمى بتنظيم الدوله واوضحت الاداره في بيان صحفي ان جميع المركبات التابعه للاداره العامه للاطفاء تخضع الى رقابه تامه وخطوط سيرها معروفه ومسجله في دفاتر الاحوال معلنه عن اتخاذها كافه الاجراءات القانونيه بالتنسيق مع وزاره الداخليه لضبط من تسبب بنشر هذا المقطع